يسعدنا كلنا استقبال صاحب السعادة سفير الفاتيكان المنسنيور نيكلاوس هنري يوم الأربعاء 17 نوفمبر الساعة 6 مساء. سفير الفاتيكان هو مندوب قداسة البابا فرانسيس، فنحن بصدد زيارة من قداسة البابا فرانسيس لشعبنا لرعيتنا، ناقلاً إلينا البركة الرسولية من قداسة البابا، ناقلاً إلينا بركته الرسولية، ناقلاً إلينا أيضاً حضور مطراننا ومطراننا دوماً وللأبد سيدنا كرولوس يعطينا البركة. فأدعوكم جميعاً المشاركة في فرحتنا وأيضاً المشاركة في زيارة قداسة البابا من خلال سعادة سفير الفاتيكان. أهلاً وسهلاً بكم وللجميع، شكراً لكم، نلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله مع البركة والنعمة يسوع، أمين.